طبعا موضوع استخدام الدوائر الرسمية والدوائر الحكومية نعم كان موضوعا يتردد أو يتكرر في كل دورة انتخابية. هناك استغلال واسع لهذه الدوائر ولمنشآتها المادية والبشرية باتجاه كتل معينة، وكل كتلة معينة تحاول استغلال تلك المناصب وتحاول استغلال تلك المنشآت لغرض الدعاية الانتخابية. كلنا نعلم أنه في سباق الانتخابات التي كانت تجري كانت المفوضية نعم تعلن بشكل واضح عن عدم قانونية استخدام هذه الدوائر الحكومية والمعدات الحكومية في الإعداد للترشيح وفي الدعاية لشخصيات نعم معينة، لكن لم نلاحظ أن هناك عقوبات صارمة تقف بالضد من هذا الاستخدام أو تحد من هذا الفعل الذي يسبب إخلال في التوازن الانتخابي وفي ازدياد قوة الكتل الموجودة أصلا في السلطة، وغبن شديد على القوة المنبثقة الجديدة والقوة التي نعم لا تمتلك هذه المنشآت أو هذه السلطة. نعم إذن سيد رمزي، يعني وضحت الفكرة بما يخص الانتخابات. الآن نتحدث بخصوص يعني ملف المحافظات المحرومة، وبالتحديد محافظات الجنوب محرومة حقيقة من دائما من الميزانيات العراقية. يعني الآن كخبير في الشأن السياسي، كيف يمكن برأيك للمحافظات المحرومة أن يعني تجبر الحكومة على إنصافها، يعني خصوصا بعد الإصرار على يعني هضم حقها لسنين طويلة إن صح التعبير؟ نعم، هناك مشكلة ومشكلة واضحة وبروز لتراكم لهذه المشاكل الكبيرة المترتبة على الوضع السيء للمحافظات الجنوبية بصورة عامة منذ عام 2003 لحد الآن، والمناطق الجنوبية تعطي ولا تأخذ بقدر هذا العطاء. بالفعل نلاحظ المحافظات البصرة أو محافظات العبارة أو الناصرية أو المحافظات الأخرى التي يعتمد عليها ريع الاقتصاد العراقي هي مناطق في الحقيقة مناطق مهملة، وحتى القوانين التي أقرها البرلمان لمشاريع البترودولار ومن هذه الشاكلة لم يتم الحصول على هذه المبالغ بصورة منتظمة لكي تستطيع النهوض بقدراتها الداخلية وتمويل إذن هنا نفسها سؤال، ماذا والخروج يمكن لهذه المحافظات أن تفعل؟ نعم، الحقيقة مع الأسف الشديد هذه المحافظات الجنوبية ليس لها وحدة في القرار أو رؤية واحدة. نلاحظ هناك في إقليم كردستان هناك سيطرة للقومية الكردية، فنلاحظ هناك اتحاد أحسنت. وهناك قوة في المباغتة وفي المفاوضات، أما في المناطق الجنوبية فتعتبر متجزئة. نعم هناك برلمانيون يمثلون هذه المحافظات، لكن للأسف الشديد ليس هناك وحدة في القرار، وحدة في التفاوض، وحدة في الضغط على رئيس الوزراء الذي هو أصلا نتاج لهذه لعملية التصويت لنواب هذه المحافظات. لذلك ما لم تتوحد الجهود الذاتية لهذه المحافظات والخروج بقوة أو كتلة كبيرة تحاول الحد من هذا التنازل في الخدمة وفي البنى التحتية لهذه المناطق، أصلا مناطق مثل البصرة هي تستهلك، أصلا مناطق مستهلكة عندما تنتج النفط فعلى حساب البيئة الموجودة في المدينة وعلى حساب التبعات الأخرى الموجودة أصلا في المدينة، مما يؤدي إلى اندثار كبير بمرور الزمن. فلذلك ينبغي أن يوجد توازن بين قدرة الريعية التي تنتجها تلك المحافظات وقدرة البناء أن تتناسب معها طرديا لكي نستطيع الحصول على خدمات جيدة لتلك المناطق.